تفضل. المشاركة كانت صعيبة شوية، كانوا التضاريس شوية صعبين، وكنت كلاسيت المرتبة 13. وش الفئة اللي شاركتي فيها؟ الإيليت. يعني النخبة؟ إيليت الكبار. نعم، والرتبة اللي احتليتيها تقريبا؟ المرتبة 13. يعني وكيفاش كانت المشاركة ديال كانت صعيبة شوية، كان الباركور قاصح شوية. كان المدار قاصح؟ كان المدار قاصح. اش من ناحية قاصح؟ حاولنا نتغلبوا على ذلك. اش من ناحية قاصح؟ من ناحية التضاريس ديال الباركور. من ناحية التضاريس ومن ناحية ديال الحواجز اللي كانت. الحواجز زي. كنت مع الباكية الأولى، وفي الروتور كنا هوادين في الهبوط. كنا هوادين في الهبوط وهربات بيا بيكالك تن. ما وقع لك حتى شي حادث بعدا؟ الحمد لله ما وقع لي والو. قول لي الرسميه ديالك. محسن حمو سعيد.